أول شيء نشكرك يعني على ملاحظتك، وأتمنى من الإخوان هم التواصل معنا إذا في حال وجود ملاحظة أو شكوى أو اقتراح بخصوص هذا الموضوع. لكن طبعا ممكن أن نطلب زيادة مكان تصوير أو طباعة أو إلى آخره، هذا شيء وارد. بس إذا ما حد بلغك الشكوى أو وصلك الشكوى، يعني صعب أنك تراقب كل هذه المراكز، يعني تدقق على كل خدمة تقدم إلا إذا سمعت خلينا نقول الفيدباك من الناس أنك تقول صحيح أيضا من خلال المتابعة تشوف الازدحام، يعني من موقع إلى آخر تعرف أن هذا المكان هناك يحتاج إلى زيادة عمل أو زيادة موظفين، حتى يحتاج إلى تسهيل مهمات. خلينا نذكر الجهات المشاركة في مثل هذا النوع من المراكز، على كم جهة يحتوي هذا المركز؟ خلينا نحدد أول شيء أي مركز. إذا في برج التحرير هو طبعا خلينا نقول الأكبر سواء مساحة أو الجهات المشاركة، ولكن في جبل علي، في مركز جبل علي في 13 جهة حكومية، في الجهرة إن شاء الله راح يكون في 14 جهة حكومية مشاركة. نختار طبعا من الأهم إلى المهم، صحيح، من اللي خلينا نقول له علاقة مباشرة بالمواطنين، أولوية مثل الداخلية اللي هي طبعا خلينا نقول الأهم، العدل، التجارة، الشؤون، الخارجية. الخارجية يعني مع اسمها يعني ما تقدم خدمات خلينا نقول مباشرة للمواطنين، ولكن لا تقدم خلينا نقول خدمات مباشرة ومهمة للمواطنين، بنك التسليف، التأمينات الاجتماعية، الرعاية السكنية، كل هذه الجهات المهمة يتم توفيرها في المراكز. باستثناء التأمينات الاجتماعية هالجهات كلها موجودة في مركز الجهرة، طبعا كلها تسهيل للمواطنين في رغبات سامية من القيادة السياسية بتوفير هنقول الراحة للمواطنين. وركزنا مثل ما ذكرنا في المحافظتين، أبعد محافظتين هي الجهرة والأحمدية، بحيث لا تعني المواطن يجيك من الجهرة إلى الديرة لإنهاء معاملاته، خلاص خل كل خدماته تقدم في محافظته في مكانه متوفرة عندك. نعم، احنا تمنينا الوقت يطول أطول من ذلك. نعم. شيخ عبدالله، ونتمنى لكم التوفيق للأمانة من خلال عملكم، خصوصا أنك تعمل في مجالين في مجلس الوزراء وأيضا في متابعة من خلال الله هذه اللجنة. نتمنى لك التوفيق، ونتمنى بالفعل أن نرى دائما الكويت في مصاف الدول المتقدمة من خلال هذا التعامل الراقي مع المجتمع بشكل عام. يعطيك العافية، مشكور للاستضافة، ونهني سكان محافظة الجهرة إن شاء الله نفتح يوم الخميس. نعم أكيد يستاهلون، ونشكر تلفزيون الكويت للاستضافة. شكرا لك. بالفعل يعني محافظة الجهرة وأهل محافظة الجهرة يستاهلون، والكويت دائما تستاهل أكثر. كل الشكر مشاهدينا للشيخ عبد الله إبراهيم الصباح، مدير إدارة دراسة التقارير ديوان المحاسبة بجهاز متابعة الأداء الحكومي، ونائب رئيس لجنة البدء بتنفيذ المنظور الشامل لإنشاء وأداء مراكز الخدمة الشاملة ووحدات الخدمة الذاتية بمحافظات الدولة الحكومة الأولى. فاصل ومن ثم نواصل.